هو في الحقيقة يعني في وزارة التعليم العالي وتحت قطاع البعثات والشؤون الثقافية والبعثات في شقين زي ما حضرتك تفضلتي، في شق خاص بالطلاب الوافدين اللي هو اجتذاب الطلاب من الخارج للدراسة في مصر، وفي جزء خاص آخر بالبعثات اللي هو خاص بإرسال الطلاب إلى الخارج أو الابتعاث للخارج. أيوة يمكن الشق اللي حضرتك أثرتيه في بداية الحلقة هو بيتكلم على الفرص اللي أصبحت متزايدة في مصر من الاستثمارات اللي قامت بها وزارة التعليم العالي من جامعات جديدة انشأت في أماكن مختلفة ومتنوعة بتخصصات عديدة تواكب العصر، وشفنا يمكن تخصصات متميزة جدا، فأصبحت الحقيقة أكثر جذبا للطلاب الوافدين. الطلاب الوافدين مش جداد، يعني ما كانش فيه قبل كده يعني عدد قليل في من الطلاب الوافدين، إلا أنه طبعا مع التوسعات الموجودة المفروض أن ده بيجذب أعداد أكبر زي ما قلت لحضرتك في التخصصات والأماكن المختلفة. خليني أتكلم على الشق الرئيسي اللي هو خاص بالطلاب المصريين. والطلاب المصريين هما بيسافروا في الخارج، وازاي ممكن جذبهم الى الداخل؟ ادينا بقى فكره دول كانوا اعدادهم قد ايه؟ تمام. سافروا لفين؟ وشهاداتهم لاي مدى كان موثوق منها يعني؟ تمام. طيب تحت البعثات في شق مهم بقى الخاص بالجزء ده هو اسمه طلاب الاشراف العلمي. ايوه. او الطلبه تحت الاشراف العلمي، وخليني اوضح للساده المشاهدين انه يمكن دي حاجه مش معروفه قوي عن قطاع البعثات، احنا بنبعت كبعثات اللي هم اعضاء التدريس في الجامعات المصريه للابتعاث في الخارج للدراسه. ده شق التقليدي بتاعنا. تمام. الا انه اي مواطن مصري طبقا للقانون يدرس في الخارج على نفقته الخاصه، ملوش اي علاقه بيه، يعني لا يعمل في الحكومه ولا يعمل في الجامعات، بيضع نفسه تحت حاجه اسمها الاشراف العلمي، وذلك طبقا لقانون 149 لسنه 2020، قانون البعثة اللي هو البعثات الجديده. طيب ده معناه ايه؟ الطالب اللي هو المواطن المصري اللي بيدرس في الخارج على نفقته لازم يسجل عندنا في وزاره التعليم العالي. الموضوع ده مش جديد، ده من سنه 59. إلا أنه كان دايما اللي بيعمل الموضوع ده هم الطلاب الذكور المطالبين بالتجنيد، لأن إدارة التجنيد ما بتصدرش تصريح سفر للدارس للسفر إلا لما بياخد ورقة من التعليم العالي أنه هو بيدرس في الخارج. المفهوم الخاطئ هنا هو أنه الطلاب فقط اللي ليهم تجنيد هم اللي بيسجلوا عندنا في التعليم العالي، وده شيء مش صحيح. هو الحقيقة جميع الطلاب المصريين بيدرسوا في الخارج طبقا للقانون سجلوا في التعليم العالي. طيب ايه اهميه ده؟ وانا برضو هوضح ازاي ده بيتم. ايه اهميه ده؟ انه في قرار صدر مجلس اعلى الجامعات في 2019 انه ابتداء من الخريف بتاع 2019 اللي هو العام الاكاديمي بتاع 2019 اذا كان الدارس في الخارج غير مسجل في كطالب اشراف لما بيرجع تاني بعد ما يحصل على شهادته ما يقدرش يعادل الشهاده غير ان هو يكون محطوط تحت الاشراف العلمي، وبالتالي اصبحت حاجه مهمه جدا، ودي معلومه الحقيقه غائبه عن اذهان ناس كتيره جدا. ده شرط علشان يعادل شهادته بعد كده لما يرجع مصر. بالظبط، اللي بدا الدراسه في 2019 طبقا للقواعد الجديده لازم يكون محطوط تحت الاشراف العلمي عشان لما يرجع يعادل شهادته اللي هو حصل عليها في الخارج. كويس. طيب ايه معنى بقى الاشراف العلمي؟ يعني ايه مقصود بكلمه الاشراف العلمي؟ الاشراف العلمي هو حتى من سنه 59 مقصود بيه هو متابعه الدارسين بتوعنا ابنائنا اللي بيدرسوا في الخارج المصريين. من المواطنين المصريين بغض النظر عن البعثة العلمية اللي احنا بنبعتها. بتتابعهم ازاي؟ المتابعة دي عن طريق المكاتب. اول حاجة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هو ضمان ان هو ما بيروحش الجامعة مش معترف بيها. او ما بيروحش لجامعات في اماكن مجهولة. فعشان كده المنصة اللي احنا عملناها في وزارة التعليم العالي واطلقت العام الماضي كمنصة الكترونية متكاملة. دورها انه الدارس ما بيقدم عليها بيتم التحقق من القيد من المكتب الثقافي او السفاره المصريه في الدوله اللي هيدرس فيها الطالب. ده الاجراء الجديد اللي هو اصبح بيتم بشكل الكتروني. اسهل يعني بشكل مبسط انه بالزبط. يدخل على المنصه يقول والله انا مسافر الدوله الفلانيه الجامعه الفلانيه. تمام. دور حضراتكم بقى ان انتوا تتاكدوا الجامعه دي معترف بيها، تمام، مستوفيه كل حاجه، فتطمنوا الطالب واهله. تمام، وان القيد بتاعه سليم، ان هو مقيد فعلا في الجامعه. القيد الدراسي بتاعه يعني في الجامعه ممكن يدفع وهو مش مقيدينه اصلا في الجامعه؟ ممكن يكون القيد مش صحيح. ممكن يكون بيزنس. الجامعه اللي بيدرس فيها، يعني مثلا احنا في تنسيق كامل مع المجلس الاعلى للجامعات ان في بعض الجامعات اللي هي بيتم يعني مثلا على سبيل المثال في اوكرانيا في جامعات اصبحت غير معترف بيها، وبالتالي احنا على المنصه لما الدارس بيقدم على احد هذه الجامعات ما بنكملش اجراءاته وبنبلغه بهذا الامر. بتقول طبعا بيتم رفضه من على المنصه. المنصة ببساطة زي ما حضرتك قلتي هو بيسجل بياناته العادية جدا،
بيعمل عليها حساب الرقم القومي، حساب مره واحده فقط، مش محتاج يعمل اكتر من كده. بيرفع كل الاوراق بتاعته بما فيها شهاده الميلاد وغيره والقيد الدراسي في الدوله اللي هو مسافر فيها. المنصه دي بقى لها قد ايه يا فندم؟ دي اطلقت في شهر 6/2020 العام الماضي. طيب احنا قادرين نعرف دلوقتي ارقام او اعداد اللي كانوا بيسافروا بره، ومع الجامعات الجديده والتخصصات الجديده لا غيروا الوجهه بقى الافضل ليهم ان هم يدرسوا في بلدهم؟ تمام. قادرين في عندنا مؤشر يعني؟ تمام. هو من على المنصه ان هي طبعا حديثه تعتبر، فالارقام اللي احنا قارنا الارقام اللي هي طبعا هي المنصه بالبيانات اللي عليها ارقامها دي مهمه جدا، لان هي بتدينا انديكيتور ايه اللي بيحصل مؤشر. الدنيا المؤشر ده ايه اللي بيحصل في المجتمع الاكاديمي والطلبه بتوعنا بيسافروا فين. كويس. المنصة مسجل عليها حتى الآن تقدم عليها في خلال يعني من يوليو إلى تاريخه 33,000 تقريبا طالب، دول تقدموا بالابليكيشنز بتاعتهم على المنصة. طبعا الطلبة دي لا تشمل كل الإناث وكل الذكور اللي ما عندهمش تجنيد، لأن ده رقم أنا ما أعرفوش. هو المتقدمين هم طلبة ذكور وطلبة إناث برضه. قلت لي كده كده ليهم تجنيد أو لهمش تجنيد لازم يدخلوا على المنصة عشان نعادل الشهادة. صح، بس الوعي ده مش موجود. فدي برضه نأكد عليها. بالظبط، دي مهمة جدا. طيب الأرقام اللي عندنا بتقول إيه؟ من العام الماضي للعام الحالي إحنا عندنا تقريبا اللي تقدموا لأول مرة على المنصة، يعني العام الدراسي الجديد التحقوا بالجامعة لأول مرة في سنة 2020/2021 كانوا في حدود 4200 تقريبا. دول هم التحقوا بالجامعة في العام في السنة الأكاديمية الماضية اللي هي 2021. في العام الحالي اللي هو 21/22 الرقم ده وصل للنص تقريبا، بقوا 2200 دول الجداد. طبعا التوتال اللي بره رقم كبير، لكن احنا بنتكلم على اللي هم بقى التحقوا بالجامعة للمرة الأولى العام الماضي مقارنة بالعام الحالي. احنا تقريبا قلنا يعتبر النص تقريبا على إجمالي الأعداد اللي تقدمت. احنا درسنا بقى جوه حالات محدده جدا اكتر، زي دول معينه زي روسيا، دي من الدول اللي فيها اعداد كبيره جدا جدا، وشفنا برضو التغير اللي حصل في اعداد الطلاب. بس احنا قادرين برضو من ده يدينا مؤشر الاقبال على جامعات ايه بالظبط، على تخصصات ايه عشان نعملها عندنا؟ بالظبط، ما ده حصل التحليل ده فعلا. واحنا طبعا في احنا بص حضرتك البيانات بتقول حاجات كتير قوي جدا. يعني حدي لحضرتك مثال. احنا قسمناها برضو بالتخصصات، يعني مثلا لما درسنا القطاع الطبي درسنا القطاع الطبي بشكل عام، القطاع الهندسي، القطاع العلوم الانسانيه وغيره، وشفنا ايه التغير اللي بيحصل في اعداد الطلاب الملتحق. فعلى سبيل المثال لو بنتكلم على روسيا، عدد المتقدمين للقطاع الطبي بشكل عام بعد ما كان 1000 يعني 1200 1100 ويعني بلس، الرقم مش اكيوريت في ذهني دلوقتي، وصل ل 680 تقريبا، ده في القطاع الطبي تحديدا اللي هو كل قطاع الطبي مقصود بيه كل العلوم الطبيه تقريبا النص، يعني تقريبا وصل حاجه بسيطه. على العكس في بعض القطاعات الاخرى زي القطاع الهندسي لا الرقم زاد شويه. اذا هنا زي ما حضرتك قلتي احنا محتاجين نبص على التخصصات، هو ليه ده بيزيد وده بيقل. مش بس كده، احنا بدانا نبص كمان بدقه اكتر على ايه علاقه ده بالمحافظات عندنا. يعني شيء ملفت جدا ان حضرتك تلاقي مثلا محافظات محدده بتسافر في تخصصات معينه في دول معينه، فنبدا نربط المثلث ده مع بعضه. يعني انا مثلا عندي محافظه زي كفر الشيخ بيسافر منها عدد كبير جدا بيدرس الطب في السودان. طب ايه علاقه الثلاث حاجات دول مع بعض؟ تمام. روسيا نفس الكلام، احنا عندنا محافظات بعينها، يعني من المحافظات اللي هي كانت ارقامها ملفته شويه سوهاج. محافظه سوهاج من الارقام العاليه جدا في السفر. الشرقيه بيسافروا فين وبيدرسوا ايه؟ بيدرسوا حاجات متنوعه، يعني مثلا الشرقيه كتير جدا بيدرس قطاع طبي في روسيا. تمام. فعندي في كده محافظات اصبحت ليها ملمح كده فيها معين. حاجه فاحنا جوه يعني اهتمامنا بالبيانات الحقيقيه في وزاره التعليم العالي عشان نفهم ابعاد الموضوع ايه. قد يكون مثلا في اماكن محتاجه جامعات اكتر، وده بقى اللي الوزاره شغاله عليه من ناحيه الاماكن المحتاجه جامعات اكتر. طيب في تخصصات زي ما سيادتك قلتي ممكن تكون مهتمين بيها اكتر في مناطق معينه. طيب ما هي دي ممكن الجامعات اللي هتفتح هناك يبقى فيها هذه التخصصات كاولويه اولى. حضرتك برضو في انديكيتور كويس جدا او مؤشر شفناه انه السفر بره للخارج في قطاع الاي تي والهندسه بيكون لدول فعلا متقدمه في هذا المجال زي انجلترا، المانيا وفرنسا وامريكا، في حين ان في قطاعات اخرى بالذات القطاع الطبي السفر في دول ليست هي الاولى او متميزه زي روسيا، السودان وغيره.
ده ليه علاقه بالمجاميع وسهوله الحصول بقى على شهاده بالظبط كده. فاحنا بنراجع بقى كمان الشهادات دي جايه منين، شهادات الطالب جايب ايه مجموعه في الثانويه العامه، تمام، طيب درس ايه. حاجه اخيره مثلا لفت نظرنا برضو الطيران المدني، احنا عندنا عدد كبير بيدرس في جنوب افريقيا طيران مدني، دي برضو معلومه كانتش موجوده. طب بيجوا من اي محافظات، برضو في علاقه موجوده البحريه.